خبر الحقيقة من الأخبار الإنسانية. يعني أحيانا بيبقى فيه أخبار إنسانية وأنت لما تشوفها كده تقول يا شوف الدنيا شوف النصيب. ولو نفتكر الخبر اللي أنا هقوله لكم ده اتعمل زيه فيلم كأنه مبارح. الفيلم كان فيه محمد الشرنوبي وكانوا أهله برضو يعني بيدوروا على ابنهم اللي ضاع وتاه، وبعد كده لقوه لما بقى عنده حاجة وعشرين سنة. القصة اللي أنا بقولها دي شبه قوي المسلسل ده. تعالوا نشوف القصة دي، قصة حقيقية اللي أنا هقولها ده لا فيها كاميرا ولا دراما، دي قصة من الواقع. القصة بتقول إيه؟ بعد غياب 13 عام الصدفة والفيسبوك هم اللي تسببوا في عودة شاب من إسنا لأهله. إزاي بقى؟ انتشرت صورته على الفيسبوك، وطبعا الحكاية كانت مؤثرة، وانتوا عارفين ان الناس على طول بقت دلوقتي متواجدة طول الوقت على الفيسبوك وطول الوقت الناس بتتابع، فالحكاية كانت مؤثرة جدا والناس طول الوقت قاعدة تتابع. فواضح انه الناس يعني بدأت تشاير لحد ما اهله وصلوله ازاي، حالته ايه اللي حصل، ده اللي هعرفه من الأستاذة زينب حامد الضوي، وهي شقيقة الشاب محمد حامد الضوي اللي كان متغيب منذ 13 عام. هي كمان فكرة للناس اللي بيحصل انه طفل بيتوه، حد بيتوه، انه ممكن دايما يبقى فيه أمل، خاصة الآن سوشيال ميديا بقت يعني سريعة والناس الحقيقة بتستجيب. خلينا نكلم أستاذة زينب. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني احكي لي كده، زينب الحكايه جت ازاي؟ يعني شقيقك او اخوكي كان عنده كم سنه لما تغيب؟ والله كان عنده حوالي 16 سنه 17 سنه زي كده. وتغيب يعني تاه؟ يعني مشي. هو كان هنا في عندنا بيشتغل وكده، وبعد كده الصراحه حصل يعني مع ابوه اتخانق كده فمشي. يعني هو مشي، هو ساب البيت بإرادته يعني. مشي بس. فكان تمام. بيتواصل معايا وبيكلمني وكده، طب هتيجي حاجه. كان بعد كده لحد في سنه كده وفقدنا الاتصال بيه خالص نهائيا، ما بقيش يتصل بيا، ما بقيش يرن عليا، بقينا نسال الناس طب واصحابه طب ما بنشوفوش، طب ما بنشوفوش. قعد 13 سنه ما تعرفوش عنه حاجه ولا اي حاجه لحد ما حصلت الثوره وكده، وبعد كده فقدنا الامل نهائيا، قلنا لا ده خلاص اكيد مات. بس فما اعرفش يعني لحد الساعه دي ولحد ما شفنا صورته على الفيس. شفتوها ازاي على الفيس؟ يعني ايه سبب ان صورته كانت موجوده على الفيس؟ مين حط صورته؟ والله هو انا بصراحه كنا قاعدين كده، هو في بيت ابويا كده في بقال. فنده عليا بيقول لي تعالي شوف الصوره اللي على النت دي. بقول له صوره مين؟ فببص كده عليه بقول له ده ايه ده، شبه اخويا اشرف. هو لي اسم كان اسمه محمد في البطاقه واشرف كنا بنناديه بيه. انتوا بتقولوا له يا اشرف. فحد قال لك تعالي شوفي صوره اخوك اشرف موجوده اهي. بس بصينا فيها كده، بس طبعا الصوره تبص فيها يعني صراحه حاجه تحزن. بس ندهت على والدتي وندهت على والدي، يعني هم كبار في السن شوية، بس أبويا بدأ بيجي يدمع. بس هو طب معلش استنى، طيب هنتأكد إن جينا رقم من الأستاذ محمد حسين. أستاذ أنا جيت أرن عليه مشغول. والدتك موجودة يا زينب؟ موجودة بس طبعا تعبانة يعني شوية. طيب يعني والدك يعني والدك هم يعني كانوا يعني فرحوا ان هم اخيرا محمد هيظهر او هيبان؟ هم مش مصدقين. هم رغم ان هم متأكدين ومحاسين ان هو ده ابنهم، بس هم خايفين يعني يقول لا ما يطلعش هو. ايه اللي ضايقك في الصورة؟ شكله، حالته يعني. مثلا انا شفته كده بس يعني قلت اخويا يعني لا، بس زي بتوت الشوارع بقى اللي هم متسولين بقى، ما عندوش، ما فيهوش عقل، ما فيهوش مخ، ما فيهوش اي حاجه. شفت الصوره كده حزنت. طب والصوره كانوا حاطينها ليه؟ يعني الناس احيانا لما بتحط الصور بتقول مثلا حد محتاج مساعده، حد تايه، يعني ايه الكلام اللي كان على الصوره؟ المنشور ان هو بيقول ان هذا الشاب موجود في القاهره، من يعثر على اهله يرجو التواصل. يعني مكتوب زي اشاء، يعني ناس بيناشدوا الناس انه الشاب ده موجود في القاهره ولو في حد شافه يبلغ اهله. يبلغ اهله. طيب عملتي ايه بعد كده بقى يا زينب؟ خدتي بقى العنوان الناس اللي كاتبينه ده؟ خدت الاستاذ محمد كتبت له على الشير وكده، اسمه محمد حامد، الشاب ده اسمه محمد حامد الضوي من اسم حجر كمير، وانا اخته اسمي زينب حامد،
وده متغيب من 13 عام. تمام. بس أرجوك تواصل إليك، أنا عايزة أوصل له. كان راجل فعلا برضه يعني بارك الله فيه، على طول أول ما ساعدك. بص علي رن علي على طول، قال لي أنا والله ده ناس من مصر بعت لي الصورة دي وقالوا لي إن هو موجود في العسيدة عايشة. موجود بس فين؟ موجود فين يعني؟ موجود في الشارع، كان قاعد في كده الشارع، في في الشارع. الشارع يا استاذ محمد معقول في الشارع؟ قال والله في الشارع، وردنا رقم واحد قال ده قاعد معاه وهو اللي بعت له الصوره بتاعته. تمام. بس واخدنا الرقم ورنينا عليهم، يا جماعه والله ده اخويا. وبس وكمان قالوا ان هم معوش بطاقه. طيب بس هو وحصل ايه بقى بيقول يا زينب؟ نزلتوا بقى، سافرتي القاهرة انت على طول رحت؟ اخذت صراحه معايا، انا يعني انا اكبر اخواتي، هو كان اكبر مني على طول، تمام بس ما معناش حد يعني، باقي اخواتي صغيرين. تمام فاخذت جوزي وسافرت على طول، قلت لهم انا دلوقتي حركب من المحطه وحروح له. رحتي على السيدة عائشة رحت على طول مع بتواصل معاهم بالتليفون. ولقيتي اول ما رحتي لقيتي لقيته فين؟ قاعد لقيته في الشارع الشارع يعني، قاعد في رحاب السيدة عائشة. في السيدة عايشة وسط الزبالة، بيقولوا لي هو بينام في الشارع، ده من 7 سنين هو كده. عرفك طب يا زينب؟ عرفك؟ عرفني، تخيل من اول ما شفته كده راح قال لي انت اختي زينب. طب هو حالته الصحية ايه يا زينب لما شفتيه؟ بس انا شفته كده يعني لما عايزة اقولك اكلم، عنده وعي واعي مدرك. هو عارفني اي حق وعارف الناس اللي قرايبنا وعمام وكده، بس ما بيتكلمش يعني، لما تسأليه حتى يتكلم عايز يقعد 21 ساعة. فحتى لاحظت الحتة دي، بكلم الناس بتاعت اللي كانوا شغالين معاه بقول طب هو ليه كده؟ قال لي معلش ده اللي عناه واللي شاف، وده كان بيقعد في البرد وبيقعد في السقعة، هو طب يشرف معاك هدوم؟ لا مش معايا هدوم. طب معاك فلوس؟ ما معيش فلوس. كان الراجل بيديني 30 جنيه كل يوم، ال30 جنيه بتاكل وتشرب بيهم وسجاير. طب وبعدين مش يا زينب اخدتيه واستجاب على طول ومشي معاكي؟ اخذ اشرف هتروح معايا؟ قال لي ايوه انا عايز اروح. بس طب يلا بينا. طب معاك هدوم؟ لا مش معايا هدوم، الناس دي كانت مدينها للهدوم دي. خدتيه بقى ورجعتي على اذنك. اخذت ورجعت بيه على البيت هنا. وبس طب عايزاه يتكلم كده ويحكي معايا يقول لي ايه حصل. ما فيش، قاعد وحدي. لما شاف ابوه عمل ايه؟ شاف والده عمل ايه؟ ازيك يا بابا، ازيك يا امي، عامله ايه؟ كويسين؟ انت كويس يا اشرف؟ كويس الحمد لله. بس ويسكت. طب وبعدين يا زينب عرضتوه اخدتيه مثلا عند حته فيها مركز للصحه اي حاجه لسه والله الصراحه ما رحتش، والله انا لسه واصلين النهارده الصبح. مش عايزه اقول لك ان البلد كلها من فرحتها، كل الناس بتهيالوا طبعا بتبركله والله يعني. هل العظيم. حد ساعدك؟ هل حد اخده؟ هل حد على فكره ممكن جدا وزاره التضامن تساعدكم جدا يا ريت والله يا استاذه، انا يعني اكيد. اتمنى والله، انا نفسي يعني صراحه، يا ريت حتى من المسؤولين محافظ الاقصر يعملوا بصي لنا انا مبادره. متاكده انه حاله محمد، لانه انت عارفه وزاره التضامن حتى بيهتموا كتير بالشباب اللي بيبقوا موجودين في الشوارع وبيساعدوهم وبيجدوا لهم ماوى وبيهتموا بيهم. فانا اعتقد انه صوتك النهارده ووجودك احنا كمان في التاسعه بنقول انه يعني هذا الشاب اللي تغيب لمده 13 سنه ثم عاد الى اهله ممكن يكون محتاج طبيب، ممكن يكون محتاج حد يشوف صحته، محتاج صح حاجات كتير. وعموما القصه بتاعتك موجوده عندنا في التاسعه، وانا كمان بضم صوتي لصوتك بانه وزاره التضامن اعتقد ان هم ان شاء الله ونتابع معاكي يكون في انتباه ويكون في اهتمام بحاله محمد. يا ريت يا استاذ حضرتك، يا ريت، انا بتمنى والله ان حتى يبقى له مصدر رزق يرجع بس بيه الحياه الطبيعيه ويعيش، لانه مش هيقدر يسافر هو طبعا تاني. ولا متعلم ولا اي حاجه. لا هو كان واخد دبلوم زراعه من بدري. كمان كان واخد دبلوم زراعه، فلسه فاكر اي حاجه من الحاجات دي ولا؟ والله ما عارف هو صراحه، ما بيتكلمش، ما فانتي حالته بيتكلمش. الصحيه لازم يعني حد يشوفها اصلا يعني. عايزه حد يبص عليه يعمل له تحاليل فحص شامل كده. هو قاعد في بيت، يا معاكي في البيت ولا مع والده ولا مع مين؟ مع والده ووالدته واخواته اللي اصغر منه، هو اكبر اخواتي يعني، هو اصلا المفروض اكبر واحد هو فيهم. عارف الجميع، عارف كل يعني مدرك، عارف كل العيله عارف لا عارف يعني، دخل النهارده عمام وعيال عمام وكل الناس في البلد، انت عارفني محمد انا مين، انت كذا كذا. بس بتمنى لك يا زينب ان شاء الله، واحنا هنتابع انه يعني بعد لم شمل الاسره كده انه يكون في خير للشاب محمد الضوي اللي موجود الان بعد غياب 13 سنه عن اهله.
قصة محمد وقصة زينب دي قصص موجودة كتير، يعني كتير احنا لما بنشوف ناس وبيبقوا قاعدين يعني اللي هم ساكني الشوارع دول، يعني بنبقى الواحد عايز يطمن عليهم وعايز يساعدهم، بس الحقيقة بيبقوا محتاجين مساعدة أكبر. والحقيقة أنا بشوف كتير الحقيقة وزارة التضامن في فرق بتنزل الشوارع وبتساعد وبتشوف وبتاخدهم وبتهتم بيهم وبتكشف عليهم وعلى صحتهم وعلى حالهم، فأنا متأكدة تمام إنه إن شاء الله ده يتم جدا مع محمد. قصص لما بتتعمل دراما بتتعمل أفلام أحيانا بنقول يا فيها مبالغة شوية، لكن ساعات الحقيقة بتبقى فيها دراما أكتر من الدراما نفسها، يعني علشان كده دايما بتلاقوا كتاب الدراما أيا كان الكاتب أو المخرج أو يعني مبدعين الدراما بيجيبوا منين القصص؟ ما هم بيجيبوها من حياتنا، بيجيبوها من قصص موجودة حوالينا، من قصص بنشوفها بشكل يومي طول النهار في شوارعنا في محافظاتنا. ده مش بس موجود في مصر على فكرة، أنت لما تسافر أي حتة في العالم، أي حتة، سمي أي عاصمة كانت أحسن عواصم العالم تقدما، سمي في نيويورك في لندن في باريس، هتلاقي نفس هذه الحالات متواجدة جدا في الشوارع، ونفس هذه الحالات عندها نفس المشاكل تماما، لأنه في برضو ناس بتسيب البيت وبتسيب أهلها وتفضل الأهل تدور عليها سنين طويلة. فبتمنى أن إن شاء الله حالة محمد تجد الرعاية، وإحنا كمان بنهتم جدا في التسعة بهذه الحالات علشان نقدر نساعد الناس.